في مدينة القصر الكبير تعلمت أبجدية التواصل، التواصل مع الذات، مع الناس، مع المحيط، مع الأصدقاء، مع الأساتذة، حتى مع السيارات القليلة التي كانت تمر عبر الطريق الوطني طريق الرباط. كنا نلعب لعبة، السيارة التي تتجه إلى الرباط أو السيارة التي تتجه إلى طنجة، من خلالها نراكم عدد النقاط. الآن المدينة تغيرت كثيرا، فأصبحت تركيبتها البشرية متنوعة الثقافات، متعددة المشارب الفكرية، مما أصبح الأمر يقتضي تطوير أنواع وأنماط معينة من التواصل، تواصل مع الناس، مع المحيط، مع الفضاء. وبالتالي من هنا يحضر العلم. لذلك فالمفروض أن يتحول مفهوم التواصل إلى مادة أساسية منذ التعليم الابتدائي. وأنا تعلمت في مدرسة مولاي علي بوغالب قبل أن أنتقل إلى الثانوية المحمدية، وبعد ذلك قمت بتغيير الاتجاه من الأدب إلى العلوم الرياضية، ودرست في ثانوية مولاي عبد الله بالعرائش سنتين قبل أن أنتقل إلى الرباط وأتابع دراستي الجامعية، وكنت أستاذا للرياضيات قبل أن أكتشف أنني بإمكاني أن أقوم بشيء آخر غير تدريس الرياضيات، هو تدريس علوم الإعلام، فغيرت الاتجاه. هذا يدخل في إطار خطاب أولي تواصلي، لأنه عندما نريد أن نتواصل مع الآخر يجب أن نتحدث أولا بصدق، والصدق هو أن نتحدث عن أنفسنا وفق ما نحن عليه، ووفق مشاعرنا الحقيقية، ووفق ما نأمل أن نحققه من أهداف. المدرسة العمومية بطبيعة الحال لا يمكن أن تنجح في إطار منظومة تدريسية تقوم على مواد تعليمية صارمة، بل يجب أن تقوم على التواصل. والتواصل بالإضافة إلى نقل الأخبار والأفكار والآراء فهو خطاب تحضر فيه، بالإضافة إلى الذهن والعقل تحضر فيه العواطف. والتواصل معناه التقاسم، تواصل على وزن تفاعل، يعني أنه يجب أن يكون في العملية على الأقل شخصين. والتواصل ليس هو الاتصال، لذلك فهناك من يرتكب هذا الخطأ ويقول الاتصال. الاتصال هو عملية أحادية من ألف إلى باء، أما التواصل فهو عملية دائرية فيها تفاعل، يعني أنقل لك وأنتظر رد فعلك، وعندما يحدث رد الفعل أتفاعل وأقوم بتطوير هذا التواصل إلى أن نصل إلى تحقيق ما نهدف إليه. فبالنسبة إلى نجاح هذا التواصل فالأمر يقتضي مهارات، وهذه المهارات قد تكون بمثابة أمور تلقائية عفوية تندرج ضمن ذكاء خاص فطري عفوي، لكن مع ذلك فهي تحتاج إلى علم، تكوين، ممارسة تحت تأطير متخصصين. لأن هناك الكثير من الذين يعتقدون بأنهم يتجهون في اتجاه السليم والصحيح، لكن ليست لديهم تلك القدرة على أن ينظروا إلى أنفسهم في المرآة وأن يتعرفوا على بعض النقائص، إن لم أقل العيوب، وهذا أمر طبيعي حتى يمكن أن يقوموا بإصلاحها. من هنا يحدث التواصل داخل المؤسسة التعليمية
عبر وسائط معينة. أنا كنت سأقوم بإعطاء عرض أكاديمي تقني، لكن سأستغني عن ذلك وسوف أضع هذه الورقة رهن إشارة المنظمين حتى يمكن أن يوزعوها فيما بينهم، وسوف أقتصر على أمور يفرضها المقام، يفرضها السياق. إذن التواصل مرتبط بماذا؟ بالسياق، مرتبط بالظرف الذي نوجد فيه. قد نغير الخطاب، نغير الخطة، نغير الاستراتيجية حسب ما يتوفر لدينا من معطيات في الزمان وفي المكان. إذن فأنا أتحدث الآن من خلال مفهوم بسيط جدا، هو بأية طريقة يمكننا أن نحقق الربح. وعندما نتحدث عن الربح فهذا هو الهدف الأسمى من التواصل. هناك قاعدة عامة تقول نتواصل لكي نحقق المكاسب، وهذه المكاسب معناها أنني أنا سوف أقوم بتنمية قدراتي في اتجاه يسمح لي بأن أصبح محبوبا من قبل الناس. هذا هو الهدف، أن أصبح محبوبا من قبل الناس. عندما أكون محبوبا من قبل الناس كل الأمور ستأتي بشكل تلقائي فيما بعد، حتى الفلوس، لأنه سأجد من سيقدمني ويفتح لي المجال لأنه يحبني. لذلك فالهدف هو أن أكون محبوبا من قبل الناس، لكن هذا الهدف ربما قد يتم العمل على تحقيقه بطرق غير معقولة، غير علمية، فيها تدليس، فيها مكر، فيها خبث، فيها شرور إنسانية، لأن الإنسان من طبعه فهو قد يميل إلى ارتكاب بعض الأمور غير السليمة. لذلك تحضر هنا النية، النية هي الاستراتيجية الكبرى والهدف الأسمى. لماذا أريد أن أتواصل؟ أريد أن أتواصل لكي أتقاسم، سبقتجي يعني أتقاسم. وماذا أريد أن أتقاسم؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، لا، إن كنت شريرا سوف أتقاسم الشر. إذن يجب أن أملأ ذهني وذاتي وعواطفي بما يمكن أن يعود بالنفع على الناس. لذلك يجب أن أضع هذا الهدف، هو أولا نكران الذات. والحديث هنا عن نكران الذات ليس معناه أن أقوم بالتعسف على نفسي وحرمانها، وإنما أن أعدل من سلوك وتصرفات ذاتية ربما قد تؤدي بي إلى انغلاق أكثر على الذات والإحساس بأنني أنا هو المتفوق، أنا هو الموجود، والآخر يجب أن يقصى في غياب ذاتي أنا. التواصل معناه استحضار ذوات الآخرين، معرفة أن أمامك أشخاص يشعرون، لهم عواطف، لهم أحاسيس، لهم طموحات. إذن يجب أن تتعامل وفق ما يمكن أن يجعلهم هم كذلك يشعرون بالفرح، يشعرون بأن العملية التواصلية يربحون فيها، لأن التواصل الذي يقوم فقط على الربح من طرف واحد واحتكار الأمور فهو بالتأكيد سوف يؤدي إلى الاصطدام وإلى المشادات، وبالتالي فالعملية التواصلية ستفشل. لذلك في مجال الوسائط التواصلية دائما يكون هناك نوع من التعامل بين منتج للخطاب، نحن معنا مؤثرون، معنا سي سعيد هو بإمكانه أن يتحدث أكثر مني عن هذه الأمور، فيجد صانع المحتوى في وسائل التواصل الاجتماعي نفسه أمام زخم هائل
من التصورات والآراء والأفكار والمشاعر. إذن يجب أن يقوم بتدبيرها دون أن يشعر المتلقي لخطابه بأنه مهان. يجب بالتالي أن نعلم أبناءنا في إذاعاتنا في خطاباتنا التلفزية بأنهم هم فقط عبارة عن وسطاء وطيب، بمعنى أنه لا يمثل الحقيقة المطلقة، لا يمثل النموذج الأسمى، وإنما هو يبحث معهم مع الآخرين عن طريقة لكي يصلوا معا كلهم إلى نتيجة يحققون فيها ذواتهم حتى يمكن أن تتحقق الأمان والأغراض. في المؤسسة التعليمية، المؤسسة التعليمية مثل مقاولة، مثل شركة، فهي تحتاج إلى تواصل داخلي فيما بينها بين العناصر المكونة للمنظومة، وتواصل خارجي مع الآخرين. هناك في قاموس المقاولات نسميهم الزبناء أو الشركاء أو المستثمرين إلى غير ذلك. لكن في العملية التعليمية هناك خدمة عمومية يكون الهدف منها هو بناء الشخصية الوطنية، هو الارتقاء برجل وامرأة الغد، وبالتالي فالعملية تحتاج إلى مهارات. هذه المهارة لا يمكن أن تسقل إلا في إطار عملية إبداعية فنية في ورشات مسرحية بالضرورة. وعندما نتحدث عن المسرح فنحن نتحدث عن الاحتفال، الاحتفال. الكائن الإنساني هو كائن احتفالي، يبحث عن عيد، يبحث عن طريقة من أجل أن يعبر عن انشغالاته، عن فرحه، عن كل شيء. لكن هناك من يكره الأعياد، هناك من يكره الفرح، من يكره الاحتفال، يعتقد بأن هذه الأمور ربما أنها خارجة عن إطار الأخلاق أو الدين. لكن الاحتفال من خلاله